المباراة وبالتالي محمد الفقير متابع أيوب الكحل البديل. فيها ما غيطلب الفار، قدر يطلب الفار محمد الفقير مرر، قدر يطلب الفار اتجاه لاعب السوبر الالمي البديل 100% غادي يطلب الفار من الحصول على الضربة جو بونس غادي يطلب الفار. من خلال هذه اللحظات هناك حديث ما بين الحكم صبغ الشاف والحكم سمير كزاز، وبالتالي سنتابع في انتظار غادي نمشي نشوفها كما قلت لكم غادي نمشي عودا للقطة الفيديو بطلب من الحكم سمير كزاز. اذا سنتابع هو بيلانتي ولكن قبل الكحل قاص بيدو، الحكم كيضيع الوقت غادي بشويه عليه. هادي جو بونس هي اللي غادي ستكون العوده للقطه الاولى. قاسم ربما اترها ربما هذه هي اللقطة الأولى التي على اترها الحكم السيد مصطفى كشاف سيعلن القرار. هذه التمريرة الجميلة للاعب الفقير ولاعب نيجيري سيكو عرف كيف يتموقع بشكل جيد سيكو الي تحرك أصح. وبالتالي هل سيتغير القرار؟ إذا بالفعل يتغير القرار ويعتبر بأن كانت هناك لمسة يد للاعب أيوب الكحل في اللقطة الأخيرة كما وضحت الصورة كانت هناك لمسة يد.